إن الله عز وجل حذر من إخماد صوت الحق، حذر من إخماد صوت الحق في خبره تعالى عن اليهود. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا أي وقعوا في المعاصي. وإذا بغيتم تفقوا من هذا النهار، نبقاو نطلعوا فوق هذه الأخشاب، فوق هذه المنابر، ونبقاو نعرضوا عليكم أنواع الخمر وأنواع البارات وأنواع الرشوة وأنواع الظلم. حنا مستعدين ندخلوا لجهنم كاملين. شنو فيها؟ ما فيها والو. على أي حال، هذا الأوضاع اللي حنا فيها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا، عصوا وكانوا يعتدون الاعتداء على شرع الله، الاعتداء على العباد. كانوا لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، نكرة، أي منكر فعلوه كيقول له ماشي سوقي فيه، دخل سوق راسك، ماشي شأنك. الله، الخمور تنتشر والمخدرات تبيع ويتولى بيعها فلان وفلان 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 والجهة الفلانية، وأبناؤنا في السجون وفي الفتن وفي العلات والأمراض. دخل سوق راسك، وإحنا دخلنا سوق راسنا كاملين، وغادي ندخلوا سوق راسنا كاملين. زعما إذا دخلنا سوق راسنا وتخبعنا في الكيفان، راه ما غادي يدخلوش مورانا، غادي يدخلوا مورانا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود نبي الله وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر، أي منكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. معنى يتولون الذين كفروا أي يجعلون الكافرين والمشركين والوثنيين والمسيحيين والنصارى والمجرمين هم أولياءهم وأحباءهم وأصدقاءهم ومخلصيهم، وهم الذين يستشيرونهم، وهم الذين يفيضون عليهم من خيراتهم وبركاتهم، وهم الذين يحققون لهم السعادة، فهم أولياؤهم وأحباؤهم. أما المتمسك بالكتاب والسنة والذي يخشى على هذه الأمة والذي يعرض نفسه للطعن والقدح والتهديد فهو عدو، لأنه يمنعهم أو يحاول أن يمنعهم من إفسادهم وحرامهم ومعاصيهم وباطلهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، سخط الله عليهم، اللعنة والسخط، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنهم يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأقلامهم وأموالهم وصحفهم وإعلامهم وسلطاتهم، ولكن الله عز وجل يخيبهم ابتداء، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون.